أنا ما فيني لا لحمة ولا جبنة ما أقدر نجيبه. مين منا ما بيعرف سوق صبرا الشعب اللي بيضم عمال من مختلف الجنسيات يلي بيسعوا لكسب لقمة عيشهم ورا هيدي البسطات؟ بس كيف الوضع اليوم بهيدا السوق؟ دولار اليوم 25,000، وينك يا ميشيل عون؟ وينك نايم؟ تيشيرت مثلا كان قبل يخدها ب 15,000 $10، هلا حقها 200,000 250. انا عم ادفع حق البضاعة دولار، بس انه عم حط مربح شيء قليل، يعني زي ما بيقول المثل حط مربح قليل وبيع كتير وربح قليل. بالاول كان البالونس 500 ليرة، كله هون بيعه ب 500 ليرة، هلا 2000 ارخص شيء هون بصبرا، ارخص شيء. يعني طلعي لبرا بتلاقي فرق اسعار كبير بين احنا بنبيعه هون ونفس البضاعة. يعني ملفوفة ونعنى، ضمت نعنى 15,000، كنا نجيبهم هيدول ب 3,000 او 4,000 ليرة بالكثير. اللي قادر بيشتري، اللي ما قادر الله يعينه. يبدو انه المعيشة صارت غالية حتى بسوق صبرا، وقد ما حاول هالسوق يضم الفقير، الوضع الاقتصادي رح يضل يتدخل. كان بالاول الاسعار مقبولة، هلا صارت الاسعار باللوج، يعني هلا الله يعين الزبون وبقى يقدر يشتري مثل الاول. كان مثلا 3 كيلو فخاد ب 10، اليوم كيلو الفخاد 37,000، فرقت كتير. يعني اللي عنده عيلة الله يعينه، هلا ان شاء الله بقى يقدر يقلع بكيلو او كيلو وشوي. اشغال ما في، كان الشغل قبل احسن، العالم ملتهي بالاكل والشرب، اي فاتحين على الفاضي. الحاله ميؤوس منها، اذا استمرت هيك ما حنضايم. صبرا ام الفقير، وهيدا السوق يلي كان ابو رخوصه عم ينهار اليوم مثله مثل غيره. بس الاهم العهد القوي يبقى صامد. دالا الحريري، سوق صبرا الشعبي، لبنان الكبير.